مشيت على الصح المنطقه كلها عشان اوصل لكم. طلع البضاعه عشان حماسه. ايه المفتاح تعالى يا اختي. حماسه ايوه عبد عندك. يا بنت مالك. العقوا رجالته كسروا عينها الباب وضربونا وبيقول ان هو كسر لك الجراج. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله. هي بنتي اللي مصحيكي؟ مفيش يابا. مفيش يابا ولا داعي عنك. مالك؟ انا تعبانة يابا تعبانة. تعبانة؟ ايه اللي تعبك يا بنتي؟ عبده يابا عبده. عبده مش ليك يا بنتي. عبده ما ينفعكيش. ده عيل نجس ودي له نجس زي ابوه بالظبط. صراحة ربنا بقى صبرني عليه خليني ما يقفلش الباب في وشه قوي. خالتك وافقين. بس انا بحبه يابا. بس هو ما بيحبكيش. اللي بيحب بيضحي. عبده ما بيضحيش. عبده سكته غير سكتنا يا بنتي خالص. صدقيني يا بنتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش قلت لك 100 مره قبل كده لما تعوز حاجه اديني. اعمل ايه يا معلم؟ الاولى زاد عليها الطلق وكان لازم اوديها المستشفى عشان كده بقى استلفت. رجاله مختار العوام ما يمدوش ايديهم للشحات. يا ما بعرف انا اعلمكم رجوله لغايه امتى. يالا بيقول لك يا معلم اللي بتعلم الرجوله الراجل يتعرض لحرمه بيت راجل في غيابه. عايزين نسمع قولك الرقيق يا سلعاوي. قولي قولي ان الدنيا دلوقتي بقت بتمشي بدوران. بقينا في زمن عجيب فيه الجدي عايز يركب على الديب لا وايه ويجيب منه ايه تطلعات. مديت ايدك على اخد ليه يا مختار يا عوم؟ افترى يا روح امك. ولا انت نسيت يا عدي يا موته انك ليك كبير اسمه مختار العوم؟ كبير؟ الكبير في البنطلون. تحب اقوله لك؟ اخرتك على ايدي يا عدي يا موته. اخبطوا اعور الوصف على حجر. لسه ما جاش. مختار مش هيسيبك في حالك. اللي عنده يعمله. أنا عايزه يجيب آخره. يا عبده ما تقدرش، لازم نحسبها. يعني كنت عايزاه يضرب أختي ويكسر الجراش وعديها كده دار ما دخلك شر؟ أنا قلت كده، أنا ما نقدرش نقول كده يا نقطع حسين، بس كانت تخلص في قعدة على القهوة. سقف خسارتها إيه يا أخويا؟ سبع عشاي. أنا ندفعها. مختار كان لازم يتعلم عليه بدري. عشان يعرف مين هو عبده موتة. يعرف ان اللي يلعب مع الديب يستاهل التعذيب. يا عبد الامور ما بتتخدش قفش. انت نسيت المره الاولانيه قرصته طلعت بالدم. عليا النعمه مختار بتاعك ده خش وقش عامل زي شكمان الرامه صوت عالي ودخان على الفاضي.
الفتة عيش، العيش المحمص ولا رغيف اتباع، العيش المنطقة كلها بقت تاكل فين ولا ايه؟ العيش امسك كل الشندويش ده، امسك بألف هنا وشيف. عشت يا انغام، ربنا يخلي لك ولادك وعيالك. عشت يا اخوي. يا ريتنا كنا ميخ ضاربين الودع، والودع قال ايه؟ خصام حبيبي دلع ولا خصامه ليه؟ العيش. صباحه يا موتى. مالك بيضحك يا حمار؟ ايوه يا موتى يا فرشاجي. يلا يا انت رايق يا فندم. تمام. القهوة يا هادم. القهوة يا نصر بيه. شكرا يا عم راضي. العفو يا باشا، تحت امرك. ما تعرف لناش شاب ابن حلال كده يشتغل سواق؟ حاضر يا باشا، موجود. بس يكون امين وابن حلال بتاع شغل زيك كده يا عم راضي. اعتبره موجود يا باشا. ازاي 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 اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت. طب ينفع ينفع كده تطير النفسين بسبب صوت امك الشمال ده؟ طب انا راضي ذمتك يا عم موتى، مش انا صوتي حلو ده، حتى فيه بحة. بحة يا اخي بحة. عبدوش انا بحب اختك عليا، جوزاني. حتى انت بتحب اميخة، بس علي اختي مش هتتجوز دلوقتي. لايك عاملهم يا ده اميخة. انت عاملهم صح يا ده اميخة ده. اللي جابك يالا يا ابني متضايق؟ ما تقدر حماصة في ايه؟ انا جاحك في كلمتين مع عبد. حماصة نزل سلاح. اقعد يا ابو حطري. هدوم يا معلم. ينفع معلم عبده اكون في منطقتك وما اخدش الامان؟ هتلف بطنك يا ابو حطري. يا جدع يا جدع، ضمك امي واختك واختي والعصر ده كله غصبانيه، وانت عارف بكده. وبعدين انت كنت راجل من رجاله المعلم مختار، وعارف وعارف كمان اللي سبب الهاريه والنكته اللي احنا فيها دي كلها، التنين. وبعدين عبده حقك على راسي من فوق، بس يا عم خرجني من الحوار اللي بينك انت والمعلم مختار. مثلي على نفسك. هدوم معلم ابو الواجد. يرفع ابو حطري. اقوم افك خزان ميه واجيلك تاني. طب وحياه امك حاسب تغرق الجراج؟ ما عادش اللي غرق لك الجراج يا باشا. انا عارف ان الواد ده شمال، بس من جي بيتك جاب الحق عليك ولا اشوى اصلي. اهلا اهلا يا سيد المعلمين. معلمين ايه بقى؟ ما بتسأليش ليه يا بت؟ ولا خلاص استغنيتي ولقيت اللي يكفيك؟ انا اقدر استغنى عنك، ما هو انت اللي مكفيني يا راجل. لا مجتهد، وعشان كده الحظ جالك لغايه عندك. اصل الحظ ده يا ربيعه ما يجيش غير للمجتهدين. طب هات يا حظ. هات انت الاول يا اختي. انا عايز يا ربيعه سر عبد الموت. وده نجيبه لك منين؟ نروح نجيبه من عمر افندي؟ ما تتعدلي في الكلام يا بنت. الله بعدين يا ربيعه، انا عارف ان انت بالنسبه له يعني الصدر الحنين. هو من ناحيه الحنين فهو حنين. انا هخلي الحنين بتاعك ده بقى يكون عبره اللي يفكر يعمل زيي. جرايه يا معلم، ده انت من كد منه عشان علم عليه. ما تخلقش يا بيت اللي علم على عون. سلامتك يا ربيع، سلامتك حبيبي، سلامتك. عايزك كده تعدلي دماغك يا ربيع عشان ما اقلبش عليك. ها فتش يا ابني المكان انت هاو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قبل حماصة. طلع رحمك المخدرات انت وهو. بص كده يلا موتة، طلعت ولا لسه؟ احنا نهرج ولا يا رحمك؟ قوم يلا انت وهو يلا. علي النعمة يا باشا، حماصة قال لي ان القبلة كده، لو الحكومة عايزاها كده يا باشا نصلي كده. انت هتهرج ولا يا رحمك؟ لا يا باشا، هي القبلة كده صح يا باشا. يا باشا في ايه؟
انا ماشي في السليم وسبت السكه اللي فاتت دي خالص يا باشا. ما ليناش حاجه يا باشا. والله يا باشا ما بحب انام غير عنك شبندي. ازاي يعني لما دخل ما لقوش حاجه؟ لما البحتوري جه علينا واحنا قاعدين بنضرب عدوا اداله الامان وخلاه يضرب معانا، بس برضه قلبه ما كانش مطول. لما البحتوري مشي قام نكش وراه لقى الثلاث طرب اللي انت باعتهم. ما تعرفش نقسمهم فين؟ تقريبا شيحهم عند ربيع هشك. وحياه امهم لهشكهم هم الاثنين. ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه يا عم. يا ولاد العيبه. بيقولوا عليا ان انا عبيط. انا عبيط يا عم. ياد ما تقولش كده يا عم. ياد انت عقلك يوزن بلد. ياد احنا الحكمه بناخدها منكم. خدوا الحكمه من افواه العقلين. يا اخويا اطلع على عينك، ده انا عملت قرد وقعدت اتنطط لحد ما عرفت اخلع من امي. ده انا عشان اخلع من امي قعدت لي. وطلعت من امك ازاي؟ طلعت من امك ازاي؟ على ان احنا نتبحر قدام البيت. حاضر. يلا يا بنت. كلها بقت خد عقلك يا اخويا، امسك الشاي. انت ايه اللي مضايقك دلوقتي؟ اهو ربنا حلها من عنده. ونعمة بالله. ده انت بكره يا عبده هتبقى سواق قد الدنيا. انت محسنة ابقى رئيس جمهورية. يوه وليه لا؟ فكها بقى. عارفة يا انغام؟ ايه؟ ساعات بحس ان لو كان معايا شهادة كان حالها يبقى احسن من كده. بس لما اروح اقعد على القهوه وابص في وشوش العيال المتعلمه الاقي الهم والغم برضه طايلهم. يا عبده محدش بياخد اكتر من المكتوب له. بعدين يا اخويا انت بتكتب وتقرا زي البرابانت. بس منين نجيب ناس لمعاناة الكلام يتلوه؟ وانا بقول ايه؟ بقول لك يا حجيج. نعم. هو البيه متعود بينزل الساعه كام؟ وسعاده الباشا بصراحه ماليش مواعيد. ده افتكرته عيان ولا حاجه؟ لا ملوش مواعيد. عندك شاي؟ ان شاء الله. طب ما تعمل لنا كوبايتين يدوبك سواء. حاضر من عينيها الاثنين. ربنا يخليك يا رب. ناس عايشه فوق سور وناس مش لاقيه الباص دمور. مبروك يا عبد. عليا يا ابو عبد ان شاء الله. في حالك ان شاء الله يا حاج راضي. مبروك يا عبد. خد يا ابني، خد تلبس خطيبتك الدب يا حبيبي. ان شاء الله تسلم. قصير قصير يا ولد.
عقبال فرحكم والله، عقبال فرحكم ان شاء الله. ربنا يخليك يا عم راضي يا رب. مبروك مبروك يا بنتي. فرحتي يا عم. اسم النبي يا رزق، نسيتك العافيه يا حبيبتي. اصيله والله يا بنتي. يا الف نهار مبروك، يا الف نهار ابيض. هو احنا هنقضيها دعوه وشكرا ياكل بعد ما تخلصوا شغلونا مزيكا خلونا نرقص. يلا يا ولاد قوم بسرعه بسرعه بسرعه، خلي الناس تسمع.